الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم. طيب ده اخواننا كلام واضح انه استخفاف بكلام الله سبحانه وتعالى واستهزاء بآيات الله جل وعلا. ربنا قال قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وعندهم من ده برضو كثير مقاطع تانية برضو يجيبوا صور من القرآن وينشدوها بصورة جماعية. وفعلهم ده أخواننا الحزب الجمهوري هو يشابه أفعال ناس قريش. ربنا سبحانه وتعالى قال إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. قال مجاهد إن الذين يلحدون في آياتنا يعني بالمكاء والتصدية والصفير والغناء. ياخذ كلام رب العالمين لما سمعوه الجن يا جمهوريين الله يجننكم في الشوارع عرفته. لما سمعوه الجن ربنا قال قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فقالوا القرآن ده عجيب في نظمه وعجيب في دلالته على الخير. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. القرآن كلام الله سبحانه وتعالى عجب منه الجن وتعجب منه هؤلاء النفر لما فيه من الكمال ولما فيه من الأحكام ولما فيه من البلاغة ولما فيه من الأخبار الصادقة ولأنه يدل على الله ويكسر القلوب لتنقاد لله سبحانه وتعالى. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال وهذا يغيظ كل كافر وملحد وكذلك يغيظ هؤلاء الجمهوريين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ما من نبي من الأنبياء إلا وأوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر وإنما كان الذي أوتيته هذا القرآن فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة. ليه يا أخواننا؟ لأن أخواننا القرآن معجز. القرآن أخبر بأمور سبقت وأخبر بأمور ستحدث وأخبر بمصائر ناس. أنت تجي تستهزأ بالقرآن ولسه نحن جايين لموضوع في الطعن في القرآن لسه عرفته؟ تستهزأ أنت بالقرآن. ربنا سبحانه وتعالى قال تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. السين للاستقبال. يا اللي بتقرأ القرآن قال الرجال قوامون. الرجال دي بي رواية منه أكسر الرجال الله يكسر حنكك عرفته. فدي الآيات ودي الأدلة واضحة. الآية جات معجزة. صورة المسد دي معجزة لأنه ربنا قال أبو لهب وهو ماشي بيكر عينه حيخش النار وأبو لهب سمعه وهم كانوا حريصين على تكذيب القرآن. كان يسلم عشان يكذب القرآن صح ولا ما صح؟ لكن شوف القرآن وحجته وقوته. عشان كده يا جمهوريين كونك تستفز المسلمين ده شر وسوء. لكن برضو ده فيه خير إنه تبين منهجك الحقيقي وعقيدتك في القرآن إنه انت ما شايل القرآن وإنه انت حاقد على القرآن الذي هو كلام الله.
وانت داير تستخف بمنزلة القرآن، عشان يا اخواننا القرآن يبقى في نفوس الناس ما عظيم، اي ساقط ولاقط يتكلم ويطعن في القرآن، والزول تاني لو جيت قلت له قال الله يقول لك ده القرآن البيجروز الموسيقى ولا ياتوه. طيب